قبل عام ضربتنا السيخوي في هالمكان هذا في غاز السارين، وأنا أصيبت كامل عائلتي، أصيبت كامل عائلتي المؤلفة من 11 شخص، وصار في عندي حالات صعبة وقاسية، منهم هالطفلة هاي فقدت جزء كبير من عقلها، صارت تتصرف تصرفات ما يواعي خالص، وعندي أطفال تانين بصير معهم اختناقات بما فيهم أنا، لحد الآن في الليل وفي النهار بتصير معنا عوارض كتير صعبة، يعني منعاني كتير، إذا بمشي 100 متر بصير ما بيتم عندي تنفس خالص لحتى أبرك وأقعد. وبرمنا كتير ودورنا واخذنا علاجات بس ما عم نستفيد شيء لضعف الامكانيات الطبيه داخل المنطقه المحرره في محافظه ادلب. انا بطلب وانا بناشد العالم، بناشد المجتمع الدولي، واماني في رقبتكم تترجموا لكل اللغات وتنشروا للعالم، حاسة انه يخرج من العالم رجل في ضمير او انسان في ضمير. انا حالتي انسانيه، يعالج لي اطفالي، انا مثل بعضها اذا متت، بس المهم يتعالجوا اطفالي، هدول لازم يعيشوا، هدول لازم يعيشوا لحد الآن. ليكوا على صوتي وميزوا صوتي، والله العظيم هلق حس حالي راح اختنق، يعني من الكلام بهلك، من الكلام بتعب. أنا بطلب من المجتمع الدولي وبوجه رسالة خاصة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان صاحب الدمير الحي بأنه يهتم في أمرنا ويعالج لي أطفالي. أنا بطلب منه هالطلب هذا، وأماني في رقبتكم هذا الصوت توصلوا له إياه، أماني في كل مين بيسمعوا يوصل صوتي للعالم. أنا بس بدي أعالج أطفالي، ما بدي بيتي الراح ولا بدي أرضي اللي تهجرت منه، ما بدي شيء. أنا عشت مأساة 7 سنين، مأساة كبيرة، بس أنا بطلب علاج أطفالي. أنا ما بدي أي شيء، لا بدي بيت اللي راح ولا أرضي اللي تهجرت منه ولا شيء. أنا مهجر لهون لخان شيخون، أنا بس بطلب علاج أطفالي، أنا بدي علاج أطفالي، وبطلب من المجتمع الدولي في أجمع يوقف المجازر والقتل، مو بس في الكيماوي، مو بس في السارين، نحن كل يوم هناك مئات القتلى وعشرات القتلى ومئات الجرحى في سبب الطيران الدب الروسي. بكفي قتل في السوريين، بكفيكم تجارة القتل، عملتوا حرب عالمية على أرضنا ونحن اللي عم ندفع ثمنها. هاي الأطفال ما إرهابية ونحن ما لنا إرهابية، نحن مدنية. نحن مدنية عزل، ما تمنوع في السلاح إلا ما انقصف هون لحتى روسيا تروج لأسلحتها وتبيع أسلحتها على حساب دم الشعب السوري. حاج بكفة، وقفوا القتل عن الشعب السوري. حاج شعب، أطفال عم تتمزق، أطفال عم تتشقف، أبني عم تنزل على روس ساكنية. أطفال ما تتخنق في غاز السارين، في خان شيخون ومن قبل خان شيخون في الغيطة وفي كل محل. حاج بكفي، وقفوا القتل والتدمير عنا، وبطلب من المجتمع الدولي علاج أطفالي.